سبب الاعتصام انه تم الافراج عن مقداد بعد الاعتقال اللي تم على لمده 10 ايام. يوم الخميس الماضي المحكمه اصدرت قرار بالافراج عنه، لانه جهاز المخابرات لم يلتزم بهذا يعني الافراج، وبقي يومين ثلاث ايام بعد يوم الخميس، يعني خميس جمعه سبت ما تمش الافراج عنه. احنا بنحتاج على هذا الانتهاك يعني الواضح للقانون. اخذوه من البيت، عمره 17 سنه، طالب في المرحله الثانويه، بقدم امتحانات الشهرين في هذه الايام. يعني احنا بنستغرب انه ليش بيتم يعني احتجاز هذول الناس، طلاب المدارس على في السجون وغير ذلك من الامور. راح لحسن من يوم الاثنين مره ويوم الثلاثة مره على البيت وما لقيوه، وعاود يوم الاربعاء توجه لمكان عمله، وراحوا لمكان العمل واعتقلوا من هناك، واجوا له على باب الجامعه وما لقيوه برضه. اجوا على البيت، فتشوا البيت واخذوا اربع لابتوبات من عندهم، اخذوا كل السيديهات والفلاشات والاوراق الموجوده في البيت وراحوا. بعدين كانت محاكمته يوم الخميس، راحوا له على المحكمه، ما فيش عليه طبعا ولا شيء، وإلى الآن محتجز عندهم.